أشكر الأمين العام للمؤتمر على بيانها. اسمحوا لي الآن أن أدلي بملاحظات ختامية باسم رئيس المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، أعضاء الوفود الموقرين، السيدات والسادة، لقد أسعدنا خلال الأيام الخمسة الماضية أن تكون الدوحة مقر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. والآن ومع ختام هذا المؤتمر، كلنا ثقة بأن مخرجاته وما تم إنجازه خلال هذه الأيام سيكون فرصة لتحقيق التغيير المنشود. وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود والبرلمانيين الموقرين وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب لمشاركتهم الفاعلة ومساهمتهم القيمة في هذا المؤتمر. كما نتوجه بالشكر والتقدير لمسؤولي الأمم المتحدة لما قدموه من دعم لهذا المؤتمر، وأخص بالذكر سعادة السيد أنطوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام، سعادة السيد تشابا كورشي رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة لشيراز ستويف رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسعادة السيدة الفاضلة رباب فاطمة الممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. ولا ننسى جميع موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة على جهودهم القيمة لهذا المحفل الهام. واسمحوا لي أن أتوقف هنا لنحيي معا كل من قام بالإسهام لإنجاح هذا المؤتمر بهدف تحقيق تطلعات أقل البلدان نموا. أصحاب السعادة، أعضاء الوفود الموقرين، السيدات والسادة، استناداً لسياسة دولة قطر الثابتة وإيماناً بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، فقد انطلقت مسيرة دولة قطر للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً منذ مارس 2019، عندما تقدمت بطلب للأمين العام للأمم المتحدة يتضمن استعدادها التام لاستضافة المؤتمر. وبالفعل سخرت دولة قطر كافة إمكانياتها في إطار الإعداد للمؤتمر، وحرصت على عقد العديد من الاجتماعات الإقليمية والموضوعية والمشاركة بفاعلية في جميع الأنشطة التي توجت باعتماد برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022-2031. وها نحن اليوم نقف في نهاية خمسة أيام من المداولات الثرية والأنشطة المثمرة من جلسات عامة وموائد مستديرة واجتماعات جانبية متعددة، والتي أبرزت تقارب وتوافق الآراء إزاء كيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه أقل البلدان نمواً. أصحاب السعادة، إن برنامج عمل الدوحة وإعلان الدوحة السياسي يشكلان إرثاً هاماً لدولة قطر والمجتمع الدولي للتعاون في المجال الإنمائي، باعتباره جزءاً من واجبنا الإنساني تجاه شعوب أقل البلدان نمواً. لقد جسد برنامج عمل الدوحة في إطار ست مجالات مواضعية واسعة العناصر الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، فهو يتناول ما يطرحه المشهد العالمي الحالي من تحديات جديدة وناشئة وما يتيحه من فرص. إن هذه الوثيقة تمثل أداة مهمة للمجتمع الدولي يتم من خلالها التصدي للتحديات العالمية التي تواجهها أقل البلدان نمواً، وستولد زخماً جديداً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة وشاملة للجميع في أقل البلدان نمواً. وعليه نتطلع لاطلاع الدول الأعضاء والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون والشباب
جميعا بدور فعال في العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحقيق النتائج المنشودة وفقا للالتزامات التي جرى التعهد بها خلال الخمس الأيام الماضية. ولا يجب أن تبقى هذه الأهداف حبرا على ورق، ولكن لا بد من ترجمتها إلى أفعال ونتائج ملموسة، ويكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية لإحداث التحول المنشود في حياة شعوب أقل البلدان نمواً. ويتجلى ذلك في الإعلان الذي أدلى به سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في بيانه الافتتاحي للمؤتمر بشأن مساهمة دولة قطر بمبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي، تخصص 10 ملايين دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة من برنامج عمل الدوحة وبناء قدرات التكيف في أقل البلدان نمواً. إن دولة قطر لن تكتفي بتقديم مساهمات مالية لمتابعة ورصد تنفيذ برنامج عمل الدوحة فحسب، بل ستسعى أيضاً لإدراج المواضيع المتصلة بأقل البلدان نمواً في صدارة أولويات المجتمع الدولي، والمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تعاني منها أقل البلدان نمواً. وإذ تتعهد قطر بأن تكون في طليعة الدول العاملة على تنفيذ برنامج عمل الدوحة، ولأنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بشكل منفرد، فإننا نحث الشركاء في التنمية على أن يحذوا حذ دولة قطر وأن يبادروا لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة. دعونا نتعهد في الدوحة بأن نسخر كل الوسائل الممكنة لتحويل الإمكانيات التي تمتلكها أقل البلدان نمواً إلى أدوات فعالة لتحقيق الازدهار وتحسين أوضاع مليار ومئتين مليون شخص حول العالم. وحتى يجتمع العالم مجدداً بعد 10 سنوات لنعمل على تحويل الآمال التي يمثلها برنامج عمل الدوحة إلى واقع من خلال العمل معاً لتمكين هذا البرنامج وما يمثله من فرصة للأمل والتغيير. شاكراً لكم للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد انتهت كل الكلمات والبيانات التي بها، وأعلن اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. شاكر لكم الحضور. Congratulations. Thank you. Congratulations. I think we'll see you, huh? Yes. Thank you so much. Yes.